وفاة الممثل الكوميدي الجزائري محمود بوحموم. أعلن تلفزيون النهار الجزائري عن وفاة الممثل الجزائري الكوميدي محمود بوحموم الذي عرف بدور تشارك بمسلسل جمعية فاميلي، وتوفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض. وكتب تلفزيون النهار الجزائري عبر تويتر: انتقل إلى رحمة الله اليوم السبت الممثل الفكاهي محمود بوحموم المعروف بدور تشارك في جمع فاميلي. وشارك الفنان الجزائري الراحل في العديد من الأعمال، من بينها فيلم المرأة التي تنظر من نافذة، وساعد القط، وزن أستوري، وجمع فاميلي. وبدأ حياته الفنية عام 1983 بينما كانت آخر أعماله عام 2020.